مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. رمضان مبارك بنهاية اليوم الرابع، إن شاء الله تكملوه بصحة وعافية وخير. حبيت أسوي لكم فيديو عن أسعار الهواتف وخصوصا الآيفون بألمانيا. وطبعا هذا عندنا أحد المواقع اللي يبحث لك عن أرخص الهواتف. هذا الموقع عبارة عن تطبيق أنا منزله وتقدرون تنزلوه، وما أعرف بغير بلدان يشتغل أو لا، بس هذا ينطينا الأسعار باليورو. طبعا عندنا احنا غلق، وأيضا منها اليوم صار بعض المدن بها حظر تجوال لأنه ازدادت الإصابات، فهسه الشراء كله أونلاين. بس أنا بالتجربة مالتي أشتري دائما من أمازون، فاللي يحب يشتري يشتري من أمازون. وبالنسبة للآيفون ما أفضل واحد يشتري من أمازون، يشتري من أبل ستور. ليش من أبل ستور؟ أمازون راح ينطيك سنة واحدة جارنتي، أبل ستور ينطيك سنتين جارنتي. طبعا جارنتي يتضمن السوفت وير، مو إذا وقع أو عطل. لو وقع أو عطل تقدر تدفع أعتقد 200 أو 300 أورو فوق السعر، راح ينطوك جارنتي لمدة سنتين أوكي إضافية. تتضمن إذا وقع أو انكسر، هاي هنا بألمانيا، أعتقد بغير بلدان موجودة نفس الشيء. فندخل على إيديالو هذا الموقع، راح نكتب وتشوفون طبعا آيفون الـ 12 برو. هذا دخلنا عليه، شوف الـ 12 راح يبدي بـ 959 أورو، منطينا هنا 676 عرض. فراح نبدي من إي باي إلى 1028 هذا الموقع الثاني، وراح نوصل إلى إي باي أيضا هنا إلى أن نوصل زوكس. نشوف أمازون كم موصل بأمازون كاوفلاند. كاوفلاند هذا أيضا شيء كلش ممتاز عندنا، بس عارضة ب 1061، فيعني تقدر تأخذه من الإي باي ب 959، بس أنا أفضل الكاوفلاند مضمون أكثر. يعني الكاوفلاند والأمازون، أمازون شوف 1059 والكاوفلاند فرق بيناتهم 2 يورو، فكاوفلاند قريب يكون أمازون يجي، يعني هنا تقدر تشتري بيدك. فهذا الـ 12 برو صار فرق تقريبا 50 يورو بين الواحد، تقريبا أكثر 100 يورو تقريبا، 1050 1100 تقريبا 100 يورو. فنجي نكتب الآيفون الثاني اللي هو 12 برو ماكس، عفوا برو ماكس. فاحنا دخلنا، هيا تشوفون طلع على برو ماكس ونشوف اسعاره. ب 1044 اورو راح، وين تلقيه؟ راح تلقيه باي باي، وتلقيه باي باي. فندخل على العروض اللي عندنا من 1044 بالاي باي، راح يمشي الى امازون 1169، فرق تقريبا 120 اورو. فتبدي الأسعار تبدي تختلف من شركة لشركة. فتشوفون وعدنا الزاترون اللي هو هاي شركة كلش مشهورة عدنا ب 1199، بس انت تقدر من تروح تاخذ على زاترون راح يبيعوا لك اياه بسعر الأمازون اللي هو 1169، يعني راح ينزلوا لك 30 أورو. فبدت الأسعار شوية تختلف. فلو أسا دخلنا على 12 برو ماكس، عفوا دخلنا عليه، ندخل على آيفون هنا 12 ميني، الميني 630. ندخل الأنجبوتات، شوف بزاترون عندك وميديا ماركس 131، ويبدي حتى أرخص من الإي باي، فأعتقد أرخص من كاوفلاند، حتى احتمال أرخص من أمازون.
فهذا هنا موجود، راح تدخل عليه هنا لو حبيت. شوف تدخل عليه هنا تشوف الموجود الهاتف المني. فندخل على حبينا ايفون 11، شوف بكم صار، 600 نزل ايفون 11 ب 600، والله ما صار لسنة. شوف العروض 600 500 600 500 700، يعني حتى نجي ايفون اكس اس انطانا، اكس ار انطانا 400، وعرض ارخصهم كان بلاو هذا الموقع، وكاوفلاند ب 484، هنا 504 عند كاوفلاند 509. فناخذ هاتف آخر، اكس اس ماكس. شوف الاكس اس ماكس 11 انطاني اياه ما بي عروض عند الشركات، هنا ب 300، اوكي ب 800 عفوا، وهنا ب 500 عفوا، ما في عروض عند الشركات كثير، فلهذا انطاني مفردات هنا ب 800 وهنا ب 600 وهنا انطاني اياه ب 1000. هذا موجود 3 اوفرات باي باي ب 600 و 700، اكس اس ماكس انطاني ب 600 وب 600 وهنا ب 700، ف3 اوفرات بس عليه، 3 عروض. لو دخلنا على طبعا ايفون 6، اس 6 بلس، خلينا نكتب ايفون 8 بلس، راح نشوف العروض مالته. لو شفت 400 تقريبا 400، لو ايفون 6 بلس 6 نشوف ايش قد سعره، 189. شوف الايفون والاي 6 هنا 210. نشوف السبعة بلس، ثلاثمية انطاني 11 انجي بوت، 394. هذه بالنسبة اسعار هواتف داخل المانيا. لو حبيت تعرف اي سعر اي هاتف او اي شيء، تقدر تكتب لي اياه بصندوق عفوا بالرسائل، واني ارد لك اياه على مجالي ان شاء الله. ارجو ان تكونون استفاديتوا. اسعار الهواتف اليوم، تاريخنا 16/4/2021. هذا الفيديو حتى اوثق لكم اسعار هواتف الايفون بهاليوم هذا. اي هاتف تحب، سواء ايفون او غير ايفون، اكتب لي اياه، اشوف لك اقل سعر واكتب لك اياه برساله. ارجو ان ما تنسوني بالدعم مالتكم بالاشتراك واللايك مع تفعيل الجرس، حتى اي شيء يجي بس تشاهدوه وتدعموني ايضا بالمشاهدات. وشكرا للجميع، مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا، مع السلامة.